مصدر جهد بيتطور. قيمه الجهد هنا بتحدد حسب خلاص الايه الزمن اللي هنستخدمه، هو طيب 9.3 على حسب النوع بتاعه. في الجزء بتاع الريش ده كان الفورورد بايس. طب في الريفيرس، في الجزء الاولاني ده بيشتغل برضه زي الدايت، ان بيبقى في حاله سويتش اوف والتيار بتاعي بيقترب من الصفر، لكن عند قيمه معينه الجهد العكسي اسمها في زد بيتحول لبطاريه او جهد معين او مكافئ للبطاريه ويسبب لي الجهد هنا عند القيمه دي كده، ويبقى مكافئ لايه؟ لبطاريه. فلما اجيب الزنار بتاعي واحط عليه جهد عكسي هيتحول لبطاريه صغيره قيمتها تكون دي ازاي؟ لما انا سهرت الخاصيه دي الضيف العادي اللي محطوط عليه جهد عكسي يبقى له صفر، تفضل صفر صفر لحد فيها بينهار عندها ويبقى باص خالص ما ينتشر صفر. انما الزنار لا مش بينهار، فهو بينهار لو يكون ده تيار زاد قوي، بس احنا لو شغالين في ليميت معينه بنحول ايه؟ لبطاريه، بطاريه جهدها بتساوي الفيز لنفسه. البطاريه دي بالنسبه لي تعتبر جهد زائد، فلو استفدت من الخاصيه دي واستخدمها بطريقه ايه؟ ان الفيز لنفسه في جزء الريفيرس هو يكافئ البطاريه جهدها معلوم اسمها فيز لنفسه وتتحدد بناء على الخواص بتاعت مين؟ بتاعت الايه؟ الطريق. طبعا ممكن نعرض ريزيستنس صغيره بس احنا بايه؟ بنحكي. يبقى الزنر بتاعي او الدايف زنر هنا ليه خواص معينه هنستفاد منها في منطقه الريفرس بايس، لان هو يكافئ ايه؟ بطاريه مع خطوط صغيره ممكن نهمل الايه؟ نهمل الكونت الفاضي. ولكن نخلي بالنا ان في دي ليميت، يعني مش هزود الجهد قوي، ما ازودش عشان الدم ما يزيدش. دي ليميت معينه للتشغيل، لو زادت الدم ليه بيتكسر ما عادش هتقدر عليها. طيب بالنسبه بقى للبيانات الخاصه بالتايب زينر ده، الاي زينر في منطقه الريفرس بايس بيبقى له قيمه تيار معينه هنا بيسموها اي زد. الاي زد دي بتتحسب بناء على ايه؟ بتتحسب على اقصى قدره يقدر يتحملها الطيب في الزينر على الجهد العكسي بتاعه اللي هو الفيزر. فعندي هنا قيمه التيار دي بيسموها اي زد ماكس، احسبها بناء على الخواص بتاعت الترانزستور. انا من الداتا شيت عندي البي زد والبي زد اقدر احسب منها الاي زد. طب انا احتاج ايه من الاي زد ده؟ لما اعرف قيمه التيار الماكسيموم اقدر اختار المقاومه اللي انا هحطها مع التوالي اللي هم عشان كده دلوقتي. خد كده يا جماعه البي زينر ده خاص يعني مميزاته ان البي كوت الكوت بتاعته دي ليها رينج كبير جدا من 1 فولت لحد 200 فولت. طبعا كل ما زاد كوت البي زاد بيزيد السعر بتاعه. والباور برضه بتاعته من ملي وات الى حوالي 50 وات. فده ممكن ان انا استخدمه في دوائر كتير جدا للريجريشن زي مثلا باور سبلاي بتاع الكمبيوتر. ده مليان ايه؟ مربوط جواه هو الزينر. طيب دي الدايرة اللي ممكن احنا نستفاد منها لو انا عاوز استخدم الزنر دايو ده كأي ريف. بروح اجيب مقاومة توالي مع الدايو الزنر حتى لو مش عندي دول. ينفع ان انا اصطاد مباشرة مع المصدر؟ مش هيبقى له قيمة لان الدول توازي مع بعض. لكن هنا في ريف اعلى هيكسر لي الدايو، لازم احط ايه؟ احط مقاومة توالي معاه. طب تحط بقى المقاومة دي بتتحدد بناء على ايه؟ على ايه؟ أولا على قيمة فرق الجهد وقيمة الأي زد. ليه؟ لأن أنت في الدايرة الجامعة دي لو مفيش لود التيار هيمر من المصدر عن طريق الأر إس ويمر من البي زينر، لأن البي زينر هنا عليه جهد عكسي هو يكافئ البطارية. لو احنا رسمنا الدايرة المكافأة الجامعة دي كده الزينر بتاعي دلوقتي يكافئ بطارية. حتى لو مفيش نور هنا الطيار هنا الطيارتين بيتساوي صفر. لو انا اصبت مشتركه على الاثنين مش هيبقى له اي معنى او اي قيمه.
يتحمل طيب كبير جدا لغايه يكون البي ان وايد بلس فلازم نحط معاه ارقام. فهذا المشنة في الحاله دي هو عباره عن ايه؟ عباره عن اي زد. فالمقام اللي انا هعملها دي محطوط عشان تكميل البيزنر. فلابد ان انا احسبها بناء على خلاص ايه؟ البيزنر بتاعي او على قيمه التيار بتاعت الاي بيزنر بتاعي. هل احط اي قيمه للمقام؟ لا. احط حاجه اسمها ار مينيمم. ار اس بتاعتي تبقى ار اس اي مينيمم. هي اقل مقاومة تسمح بمرور اقصى تيار الزمن وبالتالي اجنون. واضح كده؟ هي اقل مقاومة. حطها هنا بحيث انها تفرق ايه؟ التيار بتاعي. لو زدت مش مشكلة طبعا هي جاية. فما فيش ايه؟ مش اي مشكلة. زي ما احنا كده عملنا في القوانين الار اس بتاعتي بحسبها بناء على فرق الجهد قبلها وبعدها بي ان ناقص بي. ولكن مقسومة على قيمة مين؟ قيمة الاي زد. الاي زد هنا نجيبها في داتا شيت وهي عباره عن اي زد ماكسيمم او احسبها من الباور الخاصه بالايه؟ بالزنار بتاعي. في مساله يعني بسيطه ممكن تبقوا ايه؟ تقراوها يعني مبلاش فيها. ناخد النوع الاولاني هنا هو السيريز ريجيليتر. السيريز ده بيتعمل ازاي؟ بروح احط عنصر في النص اسمه كنترول اليمنت. العنصر ده هذا انا اتحكم فيه، لو اتحكم فيه بناء على ايه؟ عشان انا بصمم الهدف في الدايره ان انا اخلي في اول ثابت وقيمه معينه. فهنعمل ايه؟ نحط عنصر توالي بين الاثنين عشان كده جيت اس سيريز. والعنصر ده انا هتحكم فيه، طب اتحكم فيه بناء على ايه؟ لازم يكون عندي فيدباك من الفي اول انت عايز تتحكم فيه. واضح كده؟ طب قيمه الجهد اللي انا هتحكم فيها دي اي قيمه؟ ولا لازم يكون عندي ريفرنس؟ لازم يكون عندي ريفرنس. فالدايره اللي قدامنا دي تعتبر دايره بتعمل تحكم في نفسها، سيلف كنترول. واخده فيدباك في اول انا عايز اتحكم فيه او اثبته، وواخده من الـ ان او مش لازم يكون البي ان يعني ناخد ايه؟ كمان ريفرنس فولت، ريفرنس فولتج ونقارنهم ببعض. لما اقارنهم يبقى في عندي ايرور. لو الايرور بيساوي صفر يبقى الدايره شغاله تعمل ريجوليشن 100% مفيش اي تغييرات. لكن لو في عندي ايرور ابدا اتحكم عن طريق الايرور ديتكتور اتحكم بقى فين في العنصر اللي هو السيريز ده بحيث ان انا ايه ازود الجهد اقلل الجهد وهكذا. وكده يا جماعه نشوف الاربع حاجات الاولى تاني الاولى تاني خدها من الثالث تاني. قلنا هنا انا اعمل فيدباك